الله يرحم الجميع. طب احنا معانا على التليفون نجمتنا الكبيرة جدا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، أهلا بيكي والبقية في حياتك. حياتك البقية. أشكرك يا يوسف، وطبعا احنا بنعزي نفسنا وبنعزي كل الجمهور محبي الأستاذ علي عبد الخالق اللي استمتعوا بأفلامه الجميلة والعظيمة، وبعزي كل الفنانين اللي اشتغلوا معاه، لأنه ما تصورش هو دي شعبية وحب جوانا كلنا كل اللي اشتغل معاه قد إيه. صحيح. لأنه يعني زي ما كان فنان عظيم كان إنسانيا حالة جميلة جدا جدا، من الصفاء النفسي كده والهدوء وحب الناس وحب الفن، وشخصية جميلة لذيذة. يعني من أكثر المخرجين اللي كنت بفرح إني رايح اللوكيشن اللي فيه أستاذ علي عبد الخالق، لأنه بيعمل حالة من البهجة والسعادة ومن التحدي، إن الناس كلها عايزة تقدم أحلى ما عندها من فن. يعني بيعمل حالة جميلة الواحد يبقى سعيد وهو رايح اللوكيشن اللي فيه الأستاذ علي عبد الخالق. اشتغلتوا مع بعض كم مرة؟ كتير جدا كتير جدا. هو أول من اكتشفني في العار، العار ده كان تاني فيلم في حياتي، يعني أمهات في المنفى وبعدي العار. فأنا كنت في سنة أولى في المعهد، يعني كان عمري 17 سنة. هو أول من قدمني، وبعدين توالت الأعمال بقى، عملت معاه فيلم الجنتل مع محمود عبد العزيز. الله، عملت معاه فيلم بحبه قوي ولو إنه اتظلم، الفيلم ده اسمه عليه العوض مع فاروق الفيشاوي، لأن كنت ألعب فيه دور ندابة، وده دور كان جديد قوي على السينما وخدت فيه كذا جايزة يعني عن الدور ده. عملت معاه فيلم خادمة، ولكن فيلم رومانسي غنائي كوميدي، خلاني ألعب ألوان مختلفة من الأدوار. يعني كل مرة كان بيفاجئني بدور أبقى مستغربة إن في مخرج فكر فيا في الدور ده. يعني ما كنا أنا ما عملتش كوميديا ويجي هو يقول لي هتعملي كوميدي، ما عملتش عمل غنائي فيقول لي لا هتغني. فدايما كان يفاجئني بشيء جديد. اشتغلت مع افلام تلفزيونيه كمان، انهم يسرقون عمري عن مسرحيه الملك لير، وفيلم تاني اسمه موسم صيد الحيتان. اشتغلت معاه في التلفزيون كمان، اول مسلسل يعمله في حياته كان مسلسل نجمه الجماهير، وبرده عرضوا عليا، وكان انا بحبه من الادوار المهمه قوي في حياتي، يعني من المسلسلات الرومانسيه الجميله، انا ومحمود قبيل. يعني اشتغلت معاه كتير مع الاستاذ علي، اكتر من عمل، على وخصوصا في بداياتي، يعني كان تقريبا شبه متبنيني انه دايما انا معاه في اعماله. فانا بعتبره له يد كبيره جدا في وجود اسم الهام شاهين على الساحه فعلا. وطبعا انا يعني انا بقول ايه الاعمال اللي انا شاركت فيها، لكن هو ليه افلام عظيمه طبعا طبعا. يعني اولا السلسله اللي عملها مع الاستاذ محمود ابو زيد، يعني العار وبعدين الكيف وبعدين جري الوحوش، اعمال مميزه جدا. ثلاث افلام تخض فظاع فظاع. وطبعا اعدام ميت، شادر السمك، اعمال كتير. استاذ علي مخرج قوي جدا جدا، ودايما الممثلين معاه بيبقوا في اجمل حالاتهم، لان هو بيحب الممثل قوي وبيوجه صح. ايه السر في انه في ناس على ما يبدو ما بنقدرش نستوعب او نستقبل او نقبل انهم توفوا؟ من كتر غلاوتهم ووجودهم مهم في حياتنا، الواحد ما بيقبلش بسهوله، يعني ما بتتقبلش الموقف بسهوله. زي ما انت قلت اللي انت حاسه ناحيه وائل، يعني انا كمان حاساه ناحيه وائل وحاساه ناحيه الاستاذ علي، وانا بشوفهم الاثنين على الشاشه، انا مش مصدقه ان الناس دي راحت من حياتي. والله 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 انا ما بقى مش عارف استوعب ان وائل توفى. انا مصدقاك طبعا. يعني في كل طبعا. حديثي مع زمايلنا واصدقائنا المشتركين بتكلم باعتباره ان هو معانا، يعني موجود. بس ده حقيقي، يعني في كتير غاليين علينا ما بنقدرش نستوعب حكايه فقدانهم، ان هم خلاص مش موجودين. هي مساله صعبه فعلا، وبعدين بيفضلوا عايشين معانا، لان خد بالك برضو المخرج او الممثل او الاعلامي اعمالهم موجوده وتاريخهم موجود قدام عينيك طول الوقت. التميز بيخلق خلود، ما بتعرفش تقول ان هو راح خلاص، ما بتقدرش تقول ده. سؤالي يبدو خارج السياق، هو هتنتجي تاني امتى؟
اصل انا بحب، بس انا قلت لك الكلام ده اكتر من مره، انا بحب جدا الافلام اللي بتنتجيها لانه بحس انك بتعمليها وانت محرره من اي قيد متعلق بهنكسب ولا مش هنكسب. لا خالص، بتعملي الفيلم عشان عايزه تعملي الفيلم ده. انا ما بعملش ميزانيه، انا بدخل عايزه اعمل الفيلم ده وزي ما يحصل يعني زي ما يتكلف. وبالمناسبه كل الافلام اللي عملتيها حلوه، افلام بطولتك او افلام انتاجك. انتاجك بقى دي بقى ايه، طالعه من القلب قوي. ده حقيقي، انا بحب كل اللي انتجته قوي. يعني اول فيلم انتاجي انا بعشقه خالتي فوزيه، واخر طبعا فيلم برضو يوم للستات، ده من الافلام طبعا عظيم قوي، انا بحبه جدا. وافلام افلامي يعني اللي انتجتها اخذت جوائز كتير الحمد لله، يعني كانت مشرفه دايما في المهرجانات ومشرفه لاسم مصر. فاكيد انا بعتز جدا باللي انتجته، زي ما بعتز باللي انا مثلت فيه، انا بعتز جدا بالاعمال اللي انا انتجتها كمان، بحس انها اضافه في حياتي. هتتحفينا بحاجه تانية امتى؟ بامانه بسألك، والله بأمانة، أتمنى والله أتمنى يعني أنا بختار المصطلح وأنا مقتنع بيه. هتتحفينا بحاجة تاني إمتى؟ ربنا يخليك ميرسي يوسف، وإن شاء الله قريب. يعني أنا عندي أكتر من موضوع، ويعني كنت انشغلت عشان رمضان ومسلسل رمضان بطلوع الروح، وبعد رمضان قلت بقى إجازة شوية كده صيف، وبعد كده خلاص كده الصيف خلص ونبدأ بقى نرجع للشغل تاني ان شاء الله. ان شاء الله. الناس مش عارفه انه الهام شاهين بتحط التحويشه بتاعتها كلها في الفيلم. انا بروح امثل عشان اخد فلوس التمثيل احطها في الانتاج واحضرها. بس احنا بنطلع كسبانين بصراحه. اشكرك. حقيقي. طبعا انا بالنسبه لي والله المكسب الادبي اهم بكتير قوي من المكسب المادي، ولا يفرق معايا. وفعلا يعني ايه لما اخلص الرصيد اللي صرفته في الانتاج اروح اشتغل في انتاج الاخرين عشان لما اخلص اصرفها تاني في الانتاج. يعني مش مهم اخسر او اكسب، المهم ان انا بكسب ادبيا وببقى سعيده بده جدا. صحيح. جدا. انا بالمناسبه انا رايحه مهرجان بعد بكره، انا في لجنه التحكيم في المهرجان ده في روسيا. مهرجان كازان للدول الاسلاميه. والمهرجان ده انا افتكرت بالافلام، لانه فيلمي مثلا يوم للستات كان اخر حاجه رحت بيها، اخذت في المهرجان ده 3 جوائز، وكنت صحيح سعيده جدا. انا رحت لهم مرتين، مره بيوم للستات، وقبلها رحت بواحد صفر، هو مش انتاجي بس فيلم بعتز بيه جدا، هم الفيلمين مع المخرجه الرائعه كامله ابو ذكري. واحد صفر خد الجائزه اللي هي كانت رقم 50 هناك في روسيا في المهرجان ده، في مهرجان كازان. والجمهور اتفاجئ يومها ان انا قلت ان ده اخر مهرجان بنشارك فيه، وان كده قفلنا 50 جائزه. يعني الجمهور يومها وقف قاعد يسقف يمكن 3 دقائق لما عرف ان دي جائزه نمره 50 مش كده. صحيح. كان واخد جائزه لجنه التحكيم الخاص. هو من المهرجانات الثقافيه المهمه يعني. جدا جدا. يعني بس المره دي رايحين لجنه التحكيم بقى، ما احناش مشاركين في لجنه التحكيم. احنا عاوزين الدوره الجايه نروح بفيلم جديد. يا رب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله رحله سعيده وترجعي لنا بالف سلامه. يعني بنعزيكي ونعزي انفسنا، ويمكن انه كان الجانب الجيد في الموضوع ان احنا سمعنا صوتك، ونتمنى لك العوده بالف سلامه باذن الله. باذن الله. ميرسي يوسف. طبعا يعني الله يرحمه الاستاذ علي، وتعزينا لعائلته وللعائله الفنيه ولكل الناس ولكل محبيه. ألف رحمة وامتنان عليه، وألف شكر ليكي نجمتنا الكبيرة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.